منتجة في التدريب حازمة وحنونة. مش غريب يقطع شباب وصبايا مسافات بعيدة ليكونوا طلاب شكران. خلف هالحزم والانضباط يلي بتفرضه شكران خلال التدريب مع كل مشهد كان عم يتقدم باليوم الختامي لدورة أنماط الشخصية يلي عم تعطيها للمرة الثالثة ضمن معهد دراما رود كانت عيون شكران على طلابها. والمميز بهذا اليوم مش إنه اليوم الختامي للتدريب، بل كان حضور خريجين من الكورسات السابقة ليشجعوا الطلاب الجدد بأداء أدوارهم. حبيت فكرة إنه اللي يشوفون مارقين بمرحلتهم، فاخترت طلاب بالدورات تبعي. من المعروف إنه تدريب أنماط الشخصية من الأنواع الصعبة، لكن كيف قدرت شكران تبني خطتها بالتدريب؟ هلا انا قياديه بس بنفس الوقت كثير عاطفيه كثير حنونه. بس انا اول كورس كنت كثير متردده، يعني انا كان اول مره بحياتي بعمل كورس. انا كنت معيده بالمعهد العالي للفنون المسرحيه اول ما تخرجت، وكان حظي انه انا كنت مع الاستاذ حاتم علي معيده ومع الاستاذ حسن عواتي، واشتغلت ماده الصوت والالقاء معيده كمان مع خبير روسي ومع الاستاذ تامر العربي، الدكتور تامر العربي. وحقيقه دراما رود قدموا لي كل الامكانيات وكل شيء انا بدي اياه. لا شك التجربه مهمه كثير، لانه انا استعدت كل شيء بذاكرتي، استعدت ايام انا كنت طالبه، استعدت التمارين، حسيت باساتذتي. شو النصيحه الذهبيه يلي قدميتها شكرا لطلابها؟ نصيحه ذهبيه لاي حدا بده يفوت على هي المهنه يحبها وما يفكر انه بده يصير نجم، لا يفكر انه هو بده يعمل شيء بهي الحياه، بده يترك اثر بهذا المجتمع، بده يترك بصمه، ما يفكر انه انا بدي اجيب مصاري، بده يصير عندي سياره، بده يصير عندي بيت، بده الناس تتصور معي، لانه هدول تحصيل حاصل. لما انا بعمل الاشياء الاساسيه يلي لها علاقه بحب هي المهنه، بحبها بتحبني، فبتعطيني كل النتائج، بتعطيني المال، بتعطيني محبه الناس، بتعطيني كل شيء. على اختيار شكرا للمره الثالثه للتدريب جيهان مارديني المدير التنفيذي لدراما رود خبرتنا. هلا بالنسبه للتدريب فشهادتي فيها مجروحه، احنا عملنا 3 دورات مع مدام شكرا، وان شاء الله حنستمر اكيد لو ما عم نلاقي الفرق اللي عم يلاقوه الشباب. احنا غرضنا الاساسي بدراما رود انه الشباب اللي هن عندهم موهبه ما عم بيعرفوا كيف يوجهوها يلاقوا طريق او خطوه اولى يبلشوا فيها بشكل اكاديمي. 4x5 5x5. اما عن احساس شكرا بالمسؤوليه والجديه بالتعامل خبرنا عنه الاستاذ المساعد مع شكرا يزن مرتجى. وهو نفس الوقت ابن اخي يزن مرتجى، ف يعني بقدر اكون على راحتي معه. شكرا للمدربة، حدا كثير بيعطي بضمير، ابدا ما بحب يطلع قبل بوقت اطلاقا، بس ممكن يطول كثير، بخاف اذا حدا ما زبط، بتحب انه الكل يستفيد، حتى بس يخلص النشاط كذا هيك انه بتحس انه انت مستفيد. اذا كان الشاب فعلا مستفيد ومنيح كثير بتنبسط، ما كان مستفيد بتتضايق، بترجع على البيت بتفكر انه انا شو ممكن اعمل معه بعد اليوم، شو ممكن اعطيه. بيبقى هالنوع من الكورسات فرصه للمواهب يلي ما اسعف الحظ تدرس تمثيلها، لكن عندها موهبه كبيره تستحق التشجيع. هلا ككورسات لما اجت المبادره باول كورس طبعا كنت ميتة من رعبتي وعم برجف وخايفه وانه لا وانا ما بعرف درس، وانه هذا التدريس شيء يعني شيء مختلف تماما. شجعتني طبعا الدكتورة رانيا واصرت انه انا اكون موجودة. فلما طلب مني اني امثل حيوان وقررت اني انا اخذ الجورلا طلعت معي الشخصية الحقيقية اللي جواتي. الاستاذة شكران خلتني اطلع على للشخصية الحقيقية، حاسس يعني حسيت فيه، عشت أنا وياها لما مثلتها، عشت أنا وياها للشخصية فطلعت مني حقيقية. أول شيء لعبة شخصية الخياطة هي عندها متلازمة اسمها متلازمة العد، يعني بتضل تعد أرقام أو تضرب أرقام أو شيء، يعني بتضل تعد للضرب، بتضل عم تعد أرقام طول الوقت حتى هي عم تحكي مع العالم. أنا من صغيرة بحب التمثيل، يعني بحب إني مثل وأنا كان بدي أتعلمه، يعني أنا حاسة إنه فيني مثل بس بدي أتعلم، وكثير بغار من اللي بيعرفوا يمثلوا. يعني انا وخلال الدوره انا عم بطلع بالمدام شكرا
وقت تعطينا أمثلة أو وقت تتخيل أو شيء أنا بطلع فيها عم قولي يالا عم قولي يا ريتني بلشت أنا وصغيرة. إنه عن جد في لحظات بكتني بكت معنا إنساني عن جد بقول استفسار لأنه هذا أول شيء تعلمته قبل التمثيل. كان من زمان كنت حابب إني مثل بس كنت حرج، كنت ما أعرف إنه هلا أنا كوري منيح مالي منيح. فأجت فرصة دراما رود خلتني أثبت حالي أكثر، أعرف قدراتي أكثر. يلي براقب تفاعل شكران مع طلابها بلاحظ الطاقة الحلوة والرفقة يلي بينهما. وبيميز شكران إنه بتضل على تواصل مع طلابها يلي منهم قدر يحصل على فرصة بالتمثيل. بالحزم والحنية قدرت تطلع شكران بخبرة 25 سنة فن مشاعر ومواهب مدفونة عن شباب عم بيبشروا بمستقبل واعد. وهالشي يلي أكدت عليه شكران مع إعلان التدريب يلي قالت فيه أنا متعلم تمثيل أنا بحاول أحطكم على الطريق. شكراً على تعبكم على جهدكم جميع الكورسات الثلاثة. بقلن بعتذر عن أي شيء بدر مني أكيد لصالحكم، ما في شيء شخصي أبداً أبداً، بحبهم كلهم مثل بعض، ولكن أكيد القلب ميال للمتفوق أكثر، للي سمع الملاحظات أكثر، للي أنجز أكثر. وصدقيني أنا من أول لحظة بيكون عندي نظرة، فبكون عارفانة من اللي حيطلع معه وعارفانة من اللي حيطلع ما حيطلع معه، ودائماً أبصير.